نور وجهك. طيب يلا افتح. طبعا هي صدق وذمه وضمير. والله لا جواب. اسمها جلسة الذمة. والله لا جواب. لا ما تصدق. جلسة الذمة. ها ضاري. اسلم. ضاري. وبدون اي شو وبدون دراما وبدون اي والله ابي استفعل يلا استاذ وبدون شو اسمه عندنا ذا العشاء كم باقي واحد قد خذلت لا ركز على النبره قد نبره نبره دقيقه يمكنك ما استعرفت النبره شفني قد عظمة رجلي اكبت ماري قد هل على النبي قد خذلت طيب يا ضاري انت ما تبصري امس كتبت قصيده وين على كيفك تاخذ تروح توزع انت حلو من سوء حظك وحيد الصوت يا عيال اني عرفت القصيده حلو واضح من القصيده بقيتكم بقيتكم مين بيطهير ليش ضيق على حد ليش والله ضيق على حد هل الشاعر دائما علتش السالفه يسال بجاوب القصيده اللي يكتبها من واقع نعم نعم لا 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 لا, لا. نعرف اللي من واقع ونعرف اللي ممكن القصيده اللي انا كتبتها مستوحى من خيال ممكن من خيال قم قم يعني نكت خلاص ضاري ما يبي يقول الصراحه تقدر تقول اسكت انا اعطيتك شفت لما جاء يجيب خذلت موسى والله لو توقف مع البابا نشوف والله لو يوقف والله لو يوقف مع البابا نشوف شو باقي لون والله المفروض بالله خلينا نستمتع وخلي الاسئله سريعه تكفى يلا يلا يا ولد قد وليت عليكم ولست بخير وعلي هذه من جيب منها انا ابن كلا وجلا متى اضع العمم متى تعرفه ليه ليه والله ما جاء سؤاله انا اعلمكم وحد الصوت يا شباب وحد الصوت توتر ولا الو 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 ابي توتر ابي توتر لازم توتر لا كذا هو توتر ما ادري صدق الحرام هو توتر ما ادري ايش يقول لا توتر عامر تقدر توجه السؤال لنفسك يا لبي يا لبي يعني لا تسالني سؤال عطني 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 مين من وقتك من وقتك عطني من حنانك شو لا 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 اسمع عطني توقعك عطني توقعك للمراكز الاولى وراية الوقف نجم جمهور 98 سؤال ها انت عطيت مذكرة سؤال واحد عطيت مذكرة سؤال واحد هو يلا يلا لا 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 بقوم بيتي لا لا انا بس كذا بشوف توقع انا سالته ترى عشان شيء هو اعلمه شو يعرفه طيب المراكز الاولى المراكز لما تذكر المركز الاول الثاني الثالث نجم الجمهور راية الوقف هاي يا عيال وحد الصوت بالله يا رجل بس هو طلع هي اعترافات هذا توقع مو بسؤال لا لا اعترافات اعترافات لا انا افتحك لا بكيف يا عيال لا مو بكيف اذا ما ايش فيكم على عامر ايش فيكم على عامر خلاص شفت عطه اعتراف يا عامر قل له ليش عامر اذا ما سالت قالوا ايش فيك ما تتكلم واذا سالت قالوا سؤال طويل انت اثبت لي انك ما انت خير ولا صدق مثلا سؤال وش اللي يحدد تشريد الكابل اللي فيه لمعه ايوه كويس وش اللي حدك الثوب الاخضر التردد في الذوق وتاخذ الثوب ده تغير السؤال صح ما يقول نفسه صدق لا جاوب خلصت وفي كابك سوالفسكي ها استشرت دقيقه لا ها يلا جاوب وش السؤال ليش ليش اخترت اللون ده لانه يعجبني انا لون الحياه وانتماء الوطنيه احسن وطني الله صوت صوت لا استسي احمد تكلم من ادري من بيسمع لا خلاص 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 لا خلاص وصل وصل لا خلاص خليك ما انا شوف يا اخوي انا يدك راح اعطيك يلا معاذ يا رجل مشي مشي تعال 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 السؤال خلاص صوت 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 لو سمحت الكل يسكت بروفه جاكم امسك على خير ما راح يجي ما قاعد تسوي مرقب كم لا هي علشان حركه قاعد تخلط طيب عطنا يا حسرتي والله يا حسرتي والله يا عيال صوت 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 يا عيال يا عيال